عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد زيارة أخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر دولة الإمارات في وقت سابق، حيث كان في مقدمة مودع جلالته أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات وسعادة السفير محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.